حنا دوكا نحاولوا شركاء شفنا مع الجامعه الاسلاميه ما يدوز ميت تقريبا تقريبا 12 ميت زيرفونديور انا في الشرق هنا 98 سيد الوزير طريقه فتحت تربوصات لخريجي الجامعه حاملين الماستر شرفوا بكم وعطونا وعود باش يسوي لنا الوضعيه حنا عندنا ما عاد يخلص ما يمكن نروح نفتش عليه نلقاه ما كانش هاي استراتيجيه الوزاره بالنسبه لقطاع الاعلام هي نظره شامله الاعلام لابد ان تكون وسائله قويه من المستحيل يعني ان نقدر نتعامل مع المتغيرات الداخليه او الخارجيه لابد ان يكون لدينا اعلام قوي وحتى أن يكون لدينا إعلاما قويا لابد أن تكون لدينا منظومة تشريعية أو قانونية قوية لابد أن تكون لدينا سلطة ضبط يعني مراقبة ومرافقة للعمل الإعلامي لابد أن يكون مجلس أخلاقيات المهنة اللي يراقب الصحفي وينبه يعني عندما يخرج أو يخترق أخلاقيات المهنة كذلك لابد أن يكون العنصر المادي أنا دائما أقول متمسك بأفكاري انه المال اعلام انا بالنسبه لي وبالنسبه للدوله الجزائريه الاعلام الخاص جزء لا يتجزا من الاعلام الوطني بل ان الاعلام الخاص يمثل تقريبا 90% اكثر من 90% من الاعلام الوطني شو الاعلام الوطني يمثل 6 صحف عموميه وتسع قنوات عمومية ما عدا إذا حين الإذاعة الإذاعات هي تشكل غير أما الباقي كله خاص فيها عملية لتشكيل نقابات حقيقية لتمثيل القطاع وأنتم تعرفوا أن السيد رئيس الجمهورية في أول لقاء صحفي في عام 2020 كان وجه رسالة إلى الصحفيين وقال لهم نظموا أنفسكم الآن العملية رانا سرعناها شوي فيه نقابات الصحفيين الاتحاد الوطني اعتقد الصحفيين الجزائريين اعتقد فيه كذلك اتحاد للناشرين ماشي الان رانا ماشيين في اطار تشكيل نقابه للقنوات التلفزيونيه يعني الاعلام التلفزيوني ربما لست ادري ربما تكون فيه نقابه للاعلام الالكتروني ربما وبعدين نتجه نحو انشاء كونفدراليه لجميع الاعلاميين في هذه الحال ممكن وعندنا نقابة للإعلاميين الرياضيين في هذه الحالة ممكن يعني نستغل الاقتراح تاع السيد الوالي ونشوف كيف نبني يعني مقر نادي للإعلاميين في مدينة قسنطينة